نصب كل مكونات المعيه تحت الرياضه القنيطريه نتوجه للاطار الوطني والخبير والمحاضر الدولي السيد هشام بكي، ومن خلاله لكل اللاعبين والاداريين والفنيين باحر التهاني والتبريكات لهذا الانجاز العربي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة الفجر الرياضية على المواكبة ديالها لفريق تحدي والفرق الرياضية مختصة بكرة القدم داخل القاعة. شكرا على المجهودات اللي كتقوموا بها باش توصلوا المعلومة للإخوان الرياضيين. هذا جمع عام عادي كما كتعرف بأنه التحدي عنده واحد الشعار اللي طلقناه منذ سنين، هو التحدي للقنيطريين، وكنخدموا ونشتغلوا بواحد منطقة العائلة. الإخوان متعاطفين مع الفريق، كيحبونا كيبغيونا وديما كيسولونا على أحوال الفريق وداكشي، وجاء الوقت اللي كنعيطوا لهم باش حتى هما كيواكبوا مسجدات ديال الفريق. وماشي ما عندناش شي حاجه نخبيوها ولا غادي نخافوا منها، حنا كنشتغلوا بوضوح وكنشتغلوا في النهار ماشي بالليل. حنا حتى حاجه ما عندنا ما كتخبى، لانه كلشي كيتحط سير طابل، لا منخرطين ولا اصدقاء ولا داعمين ولا اعضاء مكتب ولا اللاعبين. لا خير دليل الشيء ولا الحضور والنوعيه اللي حضرت اليوم، لان الناس كتبغيك كتناقش معاك طبيعي الحال. كنقول لهم مرحبا والف مرحبا، لان حنا ما هذا فريق ديال الجميع، اللي بغى يجي مرحبا به، وابو بدينا راه مفتوحه للجميع. السؤال سابق الاوان ديالو، الصعود عنده مرتكزات ولله الحمد جميع الظروف مواتيه. الصعود ماشي بيدينا، الصعود بيد اللاعبين، لان هما الظروف موفره لهم، وإلا وفقنا الله سبحانه وتعالى ممكن كنحاولوا ما امكن نتغلبوا على الصعاب من دابا باش نقدروا نوصلوا ان شاء الله بحول الله للطموح ديالنا. حنا ديما كنطمحوا ماشي غير نصعدوا، نديو البطولات. اللي ما كيكونش عنده طموح وعنده واحد الافاق ما كاين لاش يعيش. حنا ديما كنتشبتوا بالامال والحمد لله حنا كنشتغلوا عليه بحول الله. بالنسبه لنا احنا كفريق كجمعيه فريق نادي التحدي الرياضي القنيطري، الشعار ديالنا خدينا شعار هو التحدي لكل القنيطريين، يعني فريق التحدي هو فريق لكل مكونات مدينه قنيطره، يعني اي واحد في قنيطره فالباب مفتوح ليه في النادي. بخصوص الجمع العام، احنا حرصنا هذه السنتين رغم انه كانت الظروف الاحترازيه ورغم كان الكوفيد، حرصنا على ان الجمع العام يكون جمع عام حضوري بحضور كافه المنخرطين والمحبين وكل لاعبين النادي، باش تكون مثال للشفافيه ومثال الوضوح التام، مثال الوضوح التام والشفافيه. فريق التحدي ما عنده ما يخبي، التقرير المالي ديالنا راه واضح، التقرير الادبي راه واضح، والمنخرطين والداعمين والمستشهرين وكل فعاليات المدينه كانت حاضره، وبالتالي فاحنا ما عندنا ما نخبيو. الحمد لله حنا الفريق الوحيد اللي في المنافسات والفريق الوحيد في المغرب في الفوتسال اللي كيعطي التقرير المالي ديالو بانه ما عندناش الموان، عندنا فائض الحمد لله اللي كيسمح لنا اننا الموسم المقبل ان شاء الله نبداو بواحد الاريحيه ونحققوا المطالب الماليه لكاع اللاعبين ديالنا، ولما لا نشتغلوا على باش نطوروا من ذاتنا ونطوروا من الامكانيات ديالنا، وان شاء الله ما يكون غير الخير. السلام عليكم. بدايه لابد ان نوه بالمجهودات الكبيره اللي كتقوم بها قناه الفجر المغربيه بالمواكبه ديالها للرياضه على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الوطني، والمواكبه ديالها لفريق التحدي الرياضي. اليوم هو يوم مشهود، يوم تاريخي، لابد أن نهنئ فيه أنفسنا على هذا الجمع العام الاحتفالي الذي شهده فريقنا اليوم، الذي نوه به الحضور سواء من المنخرطين أو اللاعبين وكذلك من الشخصيات التي حضرت هذا الجمع العام ونوهت بأشغاله. طبعا تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بإجماع الحاضرين، وهذا النجاح لن يتأتى إلا بمجهودات تضافر فيها وساهم فيها جميع لاعبي الفريق، ساهم فيها الأطر التقنية وكذلك الأطر الإدارية والمكتب المسير وعلى رأسهم السيد الرئيس محمد النحيلة. جد سعداء أننا اليوم ونحن نحتفل في هذا الجمع العام، أننا كما لاحظتم وأنتم حضرتم معنا لفعاليات هذا الجمع العام،
أنه جميع الحضور نوهوا وجميع الحضور أشادوا بالمستوى الاحترافي لفريق التحدي والمستوى الذي وصل له فرق المينيفوت الذي نتمنى من جميع الفرق أن يسيروا على هذا المنهاج. في الأخير لابد أن أرسل إشارة لجماهير ومحبي فريق التحدي على أننا سنكون في الموعد الموسم القادم وسنحقق نتائج أفضل من هذه التي حققنا هذه السنة، وهذه النتائج ما غاديش تجي إلا بعمل احترافي، عمل كبير وبتضافر جهود الجميع. وندعو المستشهدين إلى المساهمة مع الفريق ووضع ثقتهم في فريق التحدي والمساهمة في التنمية الرياضية داخل مدينة القنيطرة.